مرحبا بكل من التحق بنا توا في برنامج الماتينال. وصلنا الروبريك حبيبة رحالي، راكم بطيتوا باش حالتوا التلفزة. وصلنا اللايف ستايل مع حبيبة رحالي وضيفتها سناء العولي. يا صباح الخير، يعني معنا صباحكم فل وياسمين. مرحبا بكم في حلقه جديده من روبريك لايف ستايل في ايميسيون الماتينال. بيان سور قاعدين ننوعوا لكم، كل مره نجيب لكم ان كرياتور، كل مره نجيب لكم ان دومين، مره لي بيجو، مره الحوايج، مره لاوت كوتور. اليوم حاجه اخرى بطلب منكم اللي هي اكسيوي بيوت صغار، لي بيبي، لي نوفوني، الصغيرات اللي مازالوا كيف جاوا. دونك انا فرحانه برشا زاد اليوم انه بحذايا سنة عاوني من العبيد كي اكسل دون سو دومين بالبركه التونسيه نتاعها اللي هي بيبو. دونك صباح الخير سناء. صباح النور. شنو احوالك؟ الحمد لله عايشك. ديما ماتينال ولكن اليوم خاطر جيت للماتينال. بون ديما ماتينال. ديما ماتينال. ما كنتش مي وليت توا ديما ماتينال. بحكم الخدمه. اي وي. الوغ بدايه وكومونسون باغ لو كومونسمون، علاش بيبو؟ ان فيت بيبو هو برشا حاجات. بون معناتها او ديبي اني كنت نقرا اركيتكتور دانتيريور. بعد ما كملت مشيت نخدم في اون سوسيتي دو كونفيكسيون. عملت بوزار سوسا. عملت بوزار سوسا. بوزار سوسا اركيتكتور دانتيريور. ومن بعد دخلت نخدم في سوسيتي دو كونفيكسيون، معناتها شم جايب فهمتني؟ لا انا والله نرى اللي هو يربط في بعضه على خاطر لي بوزار وكل سي الالوان التيشيو وكل كونفيكسيون خياطه سي ان بو لا مود. اما نجم تقول اما هي مش تابعة خاطر اني عامله اركيتكتور دانتيريور. فوالا اكزاكتومون. دونك فوالا مي توا وقت اللي بديت نخدم في بيبو ساعدتني على الاخر، معناتها علمتني برشا حاجات. دونك ليكسبيريونس هذيك عاونتك في خدمتك. ليكسبيريونس والبوزار زادا. داكور. فهمتني؟ معناتها في شوا دو كولور، في برشا حاجات معناتها. دونك فوالا هذايا هو بيبو. علاش اخترت الاسم بيبو؟ فوالا هو في البيريود اللي اني نحضر فيها في البروجي نتاعي كنا نستناو في البيبي. في الدار وي. اللي هو بيرم، معناتها اني ديجا البيبو اخذتها من بيرم فهمت. دونك في البريود هذيك كنت نشوف معناتها في مرت خويا كيفاش تحضر في الشامبر نتاع ولدها، كيفاش تشيرش معناتها الحاجات الاوريجينال، معناتها من هذاك الكل اني اقتبست الفكره قلت علاش لا وفوالا ما عملتش حاجه. قلت خلينا نجرب. هو يقول لك ديما الحاجه تولد تولد شنو تولد؟ تولد الاختراع، ام الاختراع سي سا. الله يخليك لينا يا شيف ايوب. لا يضحك علينا. انتر بارونتيز بيبو هذه متغش عليها. بيبو راهو امي وانا صغير تقول لي بيبو عايش ولدي. بيبو بيبو برشا حاجات. هي قالت لي من الاول واحنا نحكيو في الاوف اللي بيبو ترمز للبيبي. معناتها احنا ديما نبداو نتربجوا بيه بيبو. دونك انا حبيت نقول اللي لقيتوا صعوبات من الاول باش تلقاو الشامبر نتاع البيبي وانتم تلوجوا، خاطر جو بونس اللي في تونس ما نعرفش هذا رايي الخاص، اللي احنا ديما اون ان بروبليم في الحاجات اللي ان بو سبيسيال. مثلا تحب روبا تكون ملونه تكون فيها حاجات ما تلقاهاش في السوق التونسي خاطر توتي ستاندار. وانا شفت خدمتك، علاش نحكي في الشيء هذا يا سناء؟ خاطر شفت خدمتك وجو تخوف كو سي تري اوريجينال، قاعدين نشوفوا في التصاور هذوما اللي مش مستانس بيهم السوق التونسي ولا الحريف التونسي. صحيح من الاول لقيت برشا صعوبه، ديجا خدمت برشا موديلات ونخدم ونطيش نخدم معناتها باش خرجت هكا دي موديل كيما هكا كان راهو بعد تعب كبير على الاخر. وتوا باش نحكيو على لي تيسيو، على خاطر احنا نتعاملوا مع شريحه معينه اللي هي الصغار، والصغار ديما حاجاتهم ديليكات اون فيت، ما ينجموش نعطيوهم اي حاجه. دونك شنو هما القماشات اللي تخدم بهم انت وكيفاش تختار للوان؟ معناتها احكي لي على البروسيسوس الكل. صحيح. اول حاجه لي تيسيو احنا نخدموا ب 100% كوتون وبالكوتون ساتيني، على خاطر كيما قلت انت معناتها صغار ياسر سونسيبل. وي. معناتها باش نخدم لهم بحاجه ما يجيش، معناتها نخدم لهم باغ اكزومبل بالبوليستير فوالا يقلقهم على الاخر. سوبر. دونك معناتها خدمتنا 100% كوتون فهمتني؟ تتكلف زاده هذايا على الاخر تتكلف 100% كوتون. باغ كونتخ لي بخي نتاعي ماهم شكل معناتها بارابور شنو اني صارفه على الخدمه معناتها وعلى التيسيو وعلى كل شيء مش حاجه كبيره فهمتني؟ دونك فوالا لو شوا دو كولور جينيرالمون
لي كليونت نتاعي خلوني نختار وحدي، يقولوا لي احسبوا ولدك وبيان بنتك ولا حاجه وتصرف معناتها. واحنا راهو كي نشوفوا خدمتك عاطين فيك كونفيونس 100%. جوستومون سنه هوني مسؤوليه كبيره برشا، انه لا كليونت تجي تقول لك اسمع احسب ولدك واخدم، دونك يتفو برشا خدمه على انسبيراسيون. اي دونك كومون تو في، كيفاش تعمل باش تخلق لو موديل وكل موديل يكون اونيك ولا سبيسيال للبيبي هذاك؟ كيما قلت لك من الاول فيه برشا تعب. بون اني نحاول كي حتى كي نحكي مع الكليونت ناخذ منها لو ماكسيموم، باغ اكزومبل البينتور نتاع البيت كيفاش، اذا كان هي شريت له موبل ولا حاجه، خاطر اني جينيرالمون كيما قلت لك قبيله البيت ناخذها سقف وقاع، معناتها حتى الموبل نخدموه، معناتها كل شيء تلقاه في الكوليس. في الكوليس دونك في معناتها حتى الموبل في بيبو موجود، فهمتني؟ انك تعمل لهم الفرش، نخدم اللي يطلب نخدم له، نخدم الموبل حاجه زاد اوريجينال ماكش باش تلقاها في البلايص الكل، كل شيء سور مجرور. دونك هذا هو معناتها. انا اللي عجبني برشا سنه في خدمتك سي كو اون تروف با، كاين روز اي بلو، روز بنايا عندك اورون لا كولور اورانجي، عندك جون عندك فوالا لو فير، عندك تخدم برشا الوان اي لو موديل لي موديل ان فيت اي سون ان بو ديفيرون واحد على الاخر، اللي هو يطلب برشا جهد نتصور منك على الاخر. ديجا باش نقول لك حتى باغ اكزومبل تشوف لهنايا تريزا، تريزا مش معناتها نخدمهم بايدي، معناتها حتى تريزا نطرزها وحدي، فهمتني؟ معناتها الماكينه هذيك نتاع تريزا وكل ما نستعملهاش مش كل شيء تنجم تعمله بالماكينه. اكزاكتومون. انا سؤالي اللي هو اللي يجي من بعد، حكينا على لي موديل وكل، دونك انت مازلت كيف جاوبت لي اما نحب نعرف اكثر، تصور انت كل شيء؟ وي تو في الماكيت. معناتها كيما نقولوا الباتروناج، نطلع نخرجوا اني ومعايا اختي تعاوني زاد في الـ في الـ في الباتروناج كيما نقولوا، نخرجوا الموديل وكل شيء، تعاوني على الاخر ونشكرها. وي شكرا لي. انت مستيريه من مستير هكا من صياده، ونقدم تحيه كبيره زاد للصياده. نحيو الناس يتفرجوا في الماتينا الكل من بنزرت البنكردين، سورتو العبيد اللي كلمونا وانا مثلا ما كنتش نعرفك، انا بعثوا لي ميساج تحيه دايوغ لمريم اللي اقترحتك. دونك انت تخدم ما تخدمش، انت مستيريه وتعيش في المستير في صياده، ما تخدمش كان في المستير، تخدم تونس كامله. وهنا علاش ناكد على الشيء هذا، ناكد بور دير كو فما بور les autres les entrepreneurs الصغار اللي راهو فما دي موداليتي يساعدوكم انكم تخدموا حتى كان مستقرين في لي زون ولا لي فيل انتيريور في تونس، تنجموا تخدموا سورتو لو تيريتوار. وانت كيفاش قاعده تعمل مع كليوناتك معناتها؟ كيما قلت معناتها نخدم الاكثر، نخدم البرا معناتها في تونس، في تونس الكبرى، فوالا بعثنا حتى الجربه حتى التطوعين معناتها فوالا معناتها بارتو تنجم تقول. وعندي ليفرور نتعامل معاه ديجا تري بيان، نوصل لهم معناتها الباب الدار كيما يقولوا. وفما زاد شكون يطلب باغ بوست، يقول لي معناتها نحب باغ بوست توصلني الكوموند نتاعي كل شيء. ما فماش مشاكل. لا لا الحمد لله. الحمد لله. جوست كامنتنو معناتها الحمد لله. وصلنا للنهاية خسارة، محليها قاعدة. والله محليها عايشك، محليها قاعدة، محليها هدرة. نحب نعرف أون فيت في الآخر الناس يتفرجوا فينا وين ينجموا يلقاو سنة العوني إلى مارك بيبو، كيفاش ينجموا يتصلوا بيك، وشنو تقول ككلمة أخيرة لايف ستايل للماتينال والناس يتفرجوا فينا إي لي جون كي فول أفواغ لور بروبرو بروجي. بون تلقاوني على باج بيبو ولا على انستغرام زاد فيسبوك وانستغرام. وجوست نحب نقول اي انسان عنده هدف، عنده موهبه، عنده حاجه هكا يحبها، افونس معناتها ما تقعدش تستنى في حد باش يقول لك اجا اخدم عندي ولا اجا فوالا، معناتها اصدم انت وتوكل على ربي واخدم، وان شاء الله ربي معاكم انتم ومحلك على الاخر. عيشك، مرحبا بيك يا سناء. فوالا عيشك، يعطيك الصحه. التحيه نتاعك ما نسيتهاش، تحيه نقدم تحيه. بون نقدم تحيه لكليوناتي الكل ونقول لهم راني نحبكم على الاخر، ونقدم تحية زادة لدارنا ولصحابي الكل والناس اللي تحب سناء، واني نحب الناس الكل وربي يفضلكم الكل. ميرسي بوكو سناء. وتحية خاصة للتاسعة. يعيشك، ميرسي بوكو. الماتينال زادة. الماتينال هذيك سبيسيالمون. فوالا. الوغ انا نحب نقول لكم كانت معنا سناء العوني اليوم ولا مارك بيبو اللي هي الماركة للصغيرات. إذا أنتم تعرفوا عبيد يحبوا يتعدوا معنا دي جونز أنتربرونور كرياتور، نجموا تبعثونا على باج الماتينال، تنجموا تكونتاكتيونا تكلمونا. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله ربي يعاونكم.
عندكم الناس الكل و سورتو كونسومي تونيزيا. الكلمه ليك يا فاتوما انت الشيف. ميرسي بوكو حبيبي يعطيك الصحه سناء. احنا وصلنا بحذا شيف ايوب نقول وصلنا راني مشيت راهو حدا تاكسي توالو ساقيها وجدت الكوجيده عيطت لك لما عرفت هاني باش نغسل هذاك علاش عيطت لي دونك نحب نوريك قبل السلاطه باش بعد خلصنا تغسل تغسل الماء. السلاطه اليوم بنينا سبيسيال شويه وجديده يمكن على التوانسه. السلاطه اليوم باش نعملها كما قلت بالفول الاخضر وقته توا موجود في السوق التونسيه مع البسباس. علاش اخترت فول البسباس؟ ديما احنا عندنا صعوبه بتاع هضم بتاع الفول، البقوليات كل تقلق شويه، دونك هذاك علاش البسباس والفجل هذوما الزوز يهضموا ويساعدونا على ان ناكلوا هالفول هذايا من غير حتى قلق. دونك انا شعملت؟ خذيت الفول الاخضر بتاعنا حطيت ما يغلي قبل وحطيته هو في وسطه. نعطيكم بالله سر الكويسون بتاع الفول، برشا يحط الفول بالساعة هو يدهج على النار ومعاه طرف علوش راهو غلط. بالنسبة للفول ما يفوتش 7 دقائق كويسون، تاخذ المرقة بتاعك تحط العلوش، كان تحبش تعمل مرقة فول بالعلوش تحطه يغلي العلوش اللي يطيب، يعني في آخر ما يطيب العلوش تسقط الفول بتاعك بعد ما تغسله نحيله الظفر لكحل هذاك نتاعه هو الفول الأخضر هذايا. من بعد تخليه 7 دقائق بالضبط، تنحي من على النار تحط له شوية قرين فلفل، تحط له ذرة كمون، تحط له شوية ثوم مرحي حاضر باش من عند فورنيت، وهذاك الاختيار ليك انت. بالنسبه لينا احنا هنا حضرنا الفول بتاعنا بنفس الطريقه، حطينا ما يغلي طيبناه شويه مده 7 دقائق ماكس، خرجناه وبردناه مباشره باش يحافظ على اللون الاخضر المزيان نتاعو هذايا. من بعد قشرنا نحينا القشره البرانيه نتاعو باهي. الفول الاحضر باش نحطوه هكا دونك في وسط السلادية هذايا، نخلطوا فيها مجموعه الخضار نتاعنا. دونك ناخذوا البسباس اللي قصيناه جوليان. جوليان هي تاي في الكويزين في الكود معناها معروف به، دونك كيف كيف الفجل قصيناه دي ميرونديل هكا باش تولي القصه كلها قريبه لبعضها. معاهم هما باش نزيد كورنيشون هالخيار الصغرون الملح هذايا بنين برشا باش يعطي نكهه بنينه للسلاطه نتاعنا. ما نستهلكوش برشا توانسه مالوريزمون اللي هو باهي برشا، دونك معاه باش نزيد طماطم الصغرونه هذايا كعبتين على العينين وبرا. غاليه طماطم العاديه زاده، غاليه طماطم نجم نستعملوا طماطم العاديه، اما غاليه طماطم غاليه هذه شويه بركه او كتزين لك السلطه وما تحرمش روحك ومام طون. دونك ديما عندك ما تاكل. معاهم باش نعمل ليمون مملح، دونك هذه حاجه ريسبونسابل لازمها تكون موجوده في السلطه بتاعنا. عملته كيف كيف قصيناه جوليان، واللي ما يحبش الليمون نجم نحيه على شيره يعمل عصيره قارص للسلطه. دونك هنا نزيد معاهم البصل. البصل شو عملته انا قبل باش ما يقعدش قوي وكل شيء، خذيت شويه خل تاع تفاح ورنخت فيه البصل بتاعي هكا باش تنقص القوه نتاعو يذبل شويه، والا تاخذ شويه زيت زيتونه من عند الزيان تحطه يسخن شويه على النار وتسقط فيه البصل دوبلا يذبل وتخرجه هكا الريحه نتاعو هذيك القويه تنقص. نجم تاكل البصل في سلايط لكن ما فيش ريحه قويه تولي خايبه في الفرن. دونك هذايا لاستيس اللي نعطيها لكم، هذايا البصل نتاعنا. هنا بما ان استعملنا خل تفاح في البصل نزيدوا شويه خل تفاح للسلطه ككل، هو اللي يفوح لنا هالنكهات اللي هو حاجه باهيه للصحه الخل. ممتاز برشا، ممتاز برشا الخل. دونك هكا نزيد عليهم شويه زيت زيتونه بيولوجي من عند الزيان، ذره ملح وسيبه داخل. كان تحب سيبه انا حضرت كيبات زيتون بعد الزينه، كان تحب تعمل عليهم عظيمه لكن انا مصدر بروتينات منش نعمل عظيمه اليوم. خذيت بروشيتات حاضر باش من عند مليحه، شويتهم حمرتهم بالقدا بالقدا اللون نتاعهم يغمق. دونك هذوما البروشيتات تلقاوهم عند مليحه يتباعوا بال 100 غرام بالكيلو بالرطل حسب ما انت تشتهي وتحب وحسب عدد العائله. دونك هذايا نحطوا في صحن مع السليطه يرافقها تجي حاجه بنينه وخارقه للعاده. ان شاء الله الطبق هذايا يعجبكم. مازال لنا الحلو بعد شويه مع بعضنا باش نبدا نحضروا البات فيتي اللي هي حاضر باش من عند فورنيتو باش نقصوها ونعملوا بها الفورمه نتاع الديسير بتاعنا لنهار اليوم. وانا نخليكم تشوفوا سبوت الخاصه بعقاريه شعبان. حتىك شنو نمشي نغسل معاهم ما نخدم سندريلا عند سي ايوب لا لما هذاك علاش نلم من بكري. دونك شوفوا شعبان واني نغسل معاهم. اوكي
دونك هذه سبوت الخاصة بعقارية شعبان، وننصحكم تمشوا على عين المكان وتشوفوا الشقق هذه مش بالتليفونات برك. سعادة باستقبال مدام راضية جربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة. صباح الخير مدام. صباح الخير. صباح النور للناس الكل. صباح. الحمد لله. الحمد لله. اليوم مدام راضية باش نحكيو على الاتحاد اون جينيرال، باش نحكيو على المجهودات اللي تعملوا فيها، شنو المشاكل ممكن اللي عندكم في الاتحاد، اما ماذا بيا كان نركزوا اكثر على القانون الجديد لمناهضه العنف ضد المراه ومجهودات الاتحاد في الموضوع هذا. دونك هات نحكيو توا كبدايه العنف ضد المراه في السنوات الاخيره، اسكو فما نسب، شنو وضعيه المراه في تونس؟ اكزاكتومون. الحقيقة معناها العنف متزايد تجاه المرأة، تجاه الأطفال، تزايد وتنوع. معناها أنا الكلام هذا قلته منذ سنوات، وخاصة عم ناول قبل ما يدخل قانون مناهضة العنف حيز التنفيذ اللي يدخل في فيفري 2018، قلنا راهو العنف تجاه المرأة تزايد برشا، ولكن تنوع زاد، تنوع واكتسى خطورة، لأنه للأسف كيف ما ريتوا حتى الجرائم اللي تسلطت على النساء معناها أكثر بشاعة من اللي كنا نعرفوه مجرد معناها عنف جسدي ولا عنف مادي. الأرقام كبيرة، الأرقام اللي الرسمية طويلة اللي خرجتها وزارة المرأة معناها ينهزوا نصف النساء تقريبا في تونس تعرضوا إلى نوع من أنواع العنف المتعارفة واللي نعرفوها عادة اللي هي عنف جسدي وعنف معنوي، ولكن بصدور قانون 58 هذا اللي دخل الحيز التنفيذ في فيفري، اولا نعرف شنو العنف اللي خرج على العنف القديم اللي احنا نعرفوه في المجال الجنائي بمعنى العنف المادي والمعنوي، وتنوع الى عنف اقتصادي واجتماعي وجنسي وسياسي، وايضا ركز على جريمه التحرش واصبحت اكثر، معناها القانون هذا يعطيها اكثر قيمه، اكثر قيمه، ولكن ايضا سهل عمليه اثبات التحرش الجنسي. دونك القانون هذا بالنسبه لتونس هو قانون هام، اولا باعتباره قانون اساسي، معنى عنده مرتبه عليا بارابور للقوانين العاديه، ثانيا شمل كل انواع العنف، ثالثا هو الى جانب الجزء الردعي والزجري فيه، هو فما جزء وقائي وجزء معناها حمائي للنساء والإحاطة أيضا بالنساء ذوي العنف. القانون فعل في تونس وقاعدين يطبقوا فيه معناها الحمد لله، مي هل تشوف انه قاعد يطبق بطريقه عاديه؟ سورتو كو نعرفوا كو المراه تسخف هكا معناها. مش حكايه يطبق بطريقه عاديه، هو القانون مشكلته حاليا انه مازال مش معروف. معناها برشا اوساط حتى حقوقيه ولا نسويه ولا معناها ناس هكا ساعات نمشي في الاعلام يقولوا لي هو العنف مازال، ولا معناها بعض الجرائم كيفاش نثبتوها، يعني ما يعرفوش كونه القانون ديجا هذا دخل حيز التنفيذ من فيفري. معناها اعتقد انه مساله التعريف بالقانون ظلت لحد الان اعتقد انها محتشمه وما كان ما خذتش الصدى اللي لازمها تاخذ. واثنين، الحاجه المهمه اللي احنا اعتقد ما قمناش بها بكلنا معناها بشكل عام هي الجانب الوقائي، لانه القانون فيه جزء ردعي قاعد يطبق، لكن فيه جزء وقائي اللي هو تغيير العقليات، وهذا يتطلب مجهودات كبيره تحسيسية. من الدوله فعلا، من الدوله، من احنا مجتمع مدني، منكم انتم اعلام، وهذا اللي يتطلب تغيير المناهج التعليميه، تغيير اساليب الثقافيه في دور الثقافه وغيرها، يعني شنو نعملوا ديزاكتيفيتي كولتوريل وغيرها اللي تأجمت تأثر على العقليات وتغير العقليات، وخاصة بالنسبة للناشئة أو بالنسبة للشباب، وأيضا بالنسبة للخطاب الديني، بالنسبة يعني كل ما من شانه أنه مسمى العقلية هذا ما فماش، معناها ما فماش مواكبة خلينا نقول لصدور القانون ولا دخول حيز التنفيذ، ومعه إميدياتمون تغيير حملات تحسيسية، لكن تغيير المناهج، خاطر احنا تحبوا في القانون يقول لك فما تعاون ما بين مختلف الوزارات المتداخلة، وزارة التربية، وزارة الثقافة، معناها التربية والتعليم، وزارة الرياضة، وزارة الشؤون الدينية، هالوزارات هذه الكل يلزمها تحط برامج اللي من شأنها مناهضة العنف، لأنه مشكلة مناهضة العنف ماهيش مشكلة
انه واحد عمل العنف نمشي ونعاقبه، ويلزم زاده نرسيو ثقافه العنف ما يعملش العنف باش ما نعاودوش. اخطر مدام راضيه اللي هي المراه المعنفه اليوم ينقصها برشا سنسيبيليزاسيون انها تطالب بحقها، فايفو اوسي معناتها لا سنسيبيليزاسيون سو في سور لا فام فيولونتي اي فيولي فيكتيم دو فيولون. جوستومون انا تو قلت لك جانب، قلت لك الجانب الردعي وقلت لك الجانب التوعوي، لكن زاد فما الجانب الحيطه، والحيطه هو هذاك كما كنت تقول سيادتك اكزاكتومون ناقص، معناها النساء اليوم ضحايا العنف ما يعرفوش وين يمشيوا، ومن المفروض في قانون مناهضه العنف انه فما مراكز نتاع ايواء، وفما مراكز نتاع اصغاء، وفما مراكز نتاع توجيه، وهذا تقوم بهم الدوله ويقوم بهم ايضا المجتمع المدني. احنا في الاتحاد عندنا مركز قديم تعرفوه لكلكم اللي هو مركز اسمه 13 اوت الموجود قرب المعهد الصادقي، هذا فيه مركز ايواء ومركز اصغاء، فيه بسيكولوج، فيه سوسيولوج، وفيه جوريست، وفيه محاميه اللي نحيطوا بالنساء من مختلف الجوانب هذه اللي يستحقوها. وعندنا مركز آخر حل في ولاية ولاية القيروان، عندنا مركز ثالث إن شاء الله هو توا باش يحل أبوابه في ولاية سوسة، وعندنا في كل مراكزنا فما مركز نتاع إصغاء وتوجيه، لكن هذا ماهوش كافي، فما جمعيات أخرى زادة كل جمعية تقريبا فما جمعيتين كل واحدة عندها مركز، الوزارة المام عندها مركز لكن أعطاته للتسيير من قبل إحدى جمعيات المجتمع المدني الناشطة في تونس، بالتالي هذوما المراكز المتواجدة ما تكفيش حاجة النساء التوانسة والأسر على الأقل فمش رقم أخضر يتصلوا به، فما رقم أخضر، فما رقم أخضر على ذمة الوزارة، لكن نحكي لك المراكز هذه وقت اللي نقولوا نصف نساء تعرضوا الى العنف معناها هذا الرقم المسجل، معناها شوف النساء اللي ما شكاتش. ثم السنه يقولوا اللي في 2014 بليتو سامحوني من مختلف القضايا العنف فما 6000 قضيه فقط هو عنف مسلط على النساء، هذا في 2014، يعني احنا توا في 2018 اللي لازم نعرفوه كونه القانون هذا ما فماش شكايه ما تتقيدش في 2014، مش كل الشكايات تتقيد خاطر كانوا النساء يمشيو يقول برا روح ولا انا شنو نقعد سارح بيكم، والا هذه مساله عائليه تو غدوه تتصالحوا، دونك مش لازم نعكر وضعيه الاسره معناها يتدخل من تلقى نفسه ونزيد نعمل لك محضر. اليوم العون الامن مجبور عليه انه يحرر محضر، واذا ما يحررش محضر هو يولي محل تتبع ومحل تتبع جزائي، وكل مواطن يرى واحد ضحيه عنف او مراه ضحيه عنف او شاب ضحيه عنف في الشارع هو مطالب بالابلاغ، دونك الارقام سي نورمال 6000 شويه بالكل، كي نقارنوها برقم اخر يقول نصف النساء تعرضوا للعنف. ثم زاده ما يلزمش نخبيه كونوا التوانسه والتونسيات بشكل عام ما يعتبروش كل انواع العنف هي من قبيل معناها العنف اللي يتطلب التظلم والتشكي، معناها عنف معنوي ما يشكيوش، كف ما يشكيوش، ارسلمو يخافوا من ردة فعل ما يشكيوش، احيانا حتى ما نقولش الاغتصاب لكن حتى جرائم الجنسيه من نوع المفاحشه ولا مواقعه ولا مراوده ولا محاوله مواقعه ولا غيره وما يشكيوش مخافه رده فعل الاسره ولا المجتمع. دونك اليوم القانون هذا يحمي الناس الكل. دونك علاش احنا عاملينه كان عندنا سلوغون احنا معاك، معناها ماكش وحدك احنا معاك، السنه قلنا لا القانون خطوه والباقي علينا، الباقي علينا معناها التوعيه والحيطه والتوجيه والاخذ باليد والكل باقي علينا احنا. مدام راضيه انا كان عندي سؤال ومن كلامك انت فما سؤال واحد اخر اللي هو في سامحني سهل شويه قومني تحكي قبيليك قلت اللي العون اللي ما 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 يدونش المحضر باش يصيروا تتبعات. انا وقت توا جاني سؤال السر المهني نتاع الطبيب ولا السر المهني نتاع المحامي اسكو مرفوع عليه السر المهني، معناها كي واحد تجي مراه تحكي له اللي هو صار لها تعنيف والا السر المهني للطبيب ينجم يتخلى عليه ولا لا؟ الطبيب مجبور
معناها محمول عليه انه ما ينجمش يجي واحد يقول له معناها ياخذ من عنده شهاده طبيه ويقول له انا راني تعرضت للعنف انه هو ما يقومش بالاجراءات معناها يبلغ معناها عاده هما بيدهم يبلغوا او معناها يخافوا معناها ساعات من فهمت معناها اليوم في كل حالات اصبح حتى اللي كان ما يتردد اليوم ولاو مطالبين انهم بكلهم باش يبلغوا على جريمه عنف وهما احيانا يعطيوا الشهادة الطبيه هذه حتى يستظهروا بها الضحايا قدام المحاكم كوسيله اثبات للعنف اللي يشكيوا منه دونك معناها سافا دو سوا بالنسبه لنا احنا محامين احنا بطبيعتنا يجيونا على خاطر باش نرفعوا قضايا شكون يقعدوا الناس الماره يعني الناس اللي في التاريخ العام اللي في الاسر من المفروض هي المساله خاطر نحبوا نغيروا عقليات ونحبوا نحميوا الناس ونحبوا نغيروا زاده من السلوكات نتاع الباسيفيتي معناها نتاع الناس اللي تتفرج على واحد يتعنف ويتضرب وكل معناها اولا الساعه نحبوا المجتمع يكون فاعل ويكونوا الناس ايجابيين ماهيش حكايه خاطر احنا نوفولون دينونسي نحبوا كيفاش معناها نحبوا نخبروا على نفضحوا هي سيسا دينو معناها نحبوا نفضحوا السلوكات ما هيش باهية حتى الناس يولي بالعكس معناها سلوك هذاك هو السلوك الحضاري السلوك المواطني في تونس بركه معناتها في العالم بارتو دون لو موند بيان سور خاطر احنا للاسف تويكا ترى وحده حتى واحد يحاول لها في وجهتها وما تلقى حتى حد ينجدها او واحد ينشلها ويقول لك خويا انا نخاف ولا شو مدخلني نو سو ني بلو شو مدخلك خاطر عمليه زاد الشعور بالانفلات ولا بالفلات من العقاب هو نتيجه هل السلوك السلبي نتاع المواطن اليوم هل القانون هذا يحمي الشهود معناها ماكش مطالب باش تقول اسمك ماكش مطالب باش انت يحطوا اسمك في محضر ووجهك وكل يسوفي انك معناها تخبر انك تعلم ومن بعد الاجراءات تم بطبيعتها انا تبركل عليها مدام راديه جاوبت على اسئله الكل اللي هو شنو يوفر الاتحاد وقلت فما دي سونتر نتاع ديكوت الكل جاوبت عليهم لكن عندي جوست ملاحظه صغيره وبرا للناس يتفرجوا فينا في حضورك مدام انا نتفكر عام تاني مشيت مع جمعيه تونسيه لل لي سونتر نتاع الطالبات للمبيتات الجامعيه الكل درنا بفيلم على حالة عيني وين حكينا على خروج الفيلم على خروج القانون هذايا وتفعيله حكينا مع الطالبات اللي يلزم يشكيوا فنتفرجوا في الفيلم بعد اون في ان ديبا والاسئله اللي كانت الطالبه خاطر مالوغوزمون اللي توا الطالبات هما اكثر ناس متعرضه لجميع انواع العنف يعني حتى الاطفال مالوغوزمون وي دونك كانت السؤال اللي ديما تسالوا الطالبه والسؤال هذايا نتفكروا برشا كان يراودنا يتعاود تقول لك انا ما عنديش فلوس باش نمشي نعمل افوكا فانا جو فو بوز سيت كيستيون معناتها بور ريبوندر للعباد هذوما دابور قضايا المتعلقه بالعنف الكلها ماهيش المحامي مش ضروري مش اوبليغاتوار ومش ضروري كل انسان ينجم يمشي يتوجه لاي مركز امن يقدم الشكايه نتاعو معناها شكايه شفاهيه يحروا لك محضر او تكتبها انت من تلقى نفسك بورقه وستيلو تكتبها باللغه نتاعك بطريقتك انت باسلوبك انت ما تطلبش معناها معارف كبيره بلغتك حتى بالعاميه تكتبها وتقدمها لوكال الجمهوريه اللي انت في مرجع النظر نتاعك اللي انت تابعك في ولايتك وهو يتكفل بمواصله التتبع قدام القاضي ماكش مطالب ايضا بانه يكون معاك محامي ثم اذا انت احتجت معناها كلك سوا تحس روحك اكثر اون سيكوريتي وماذا بيك معاك محامي يقف معاك وما عندكش امكانيات تنجم تتوجه ايضا للمحكمه اللي انت المحكمه الابتدائيه اللي انت في دائرتها في جهتك وتقدم مطلب اعانه عدليه ويكلفوا لك محامي متطوع بلاش يدافع عليك معناها الموضوع بالنسبه للقضايا هذوما هما قضايا سهل بالعكس معناها الاجراءات زادت تسهلت بالقانون هذا
والطالبات ولا الشابات ولا حتى نساء مهما كانت أعمارها معناها هما محميين، المفيد أنهم يتكلموا. إحنا من شنو يهمنا؟ معناها السنوات السابقة كنا ندفعوا النساء أنهم ما تسكتوش، معناها طالبوا بحقكم الدينونس، وتوا اليوم ولو هما مطالب معناها مش مطالبات يعني مدعوات انهم يالدينونس، مي توا زاد نحبوا المجتمع يكون واعي ولوي ميم يالدينونس. مدام راضيه، توا برشا ما يعرفوش قيمه الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، انا خدمت معكم برشا من ممكن 2007 هكايا، ونعرف القيمه نتاع الاتحاد كيفاش نجم يعاون النساء بشتى انواع معناتها النساء، معناتها الريفيه، المراه المتعلمه، المراه المضطهده، المراه المطلقه، النساء الاجنبيات شفتهم في المركز نتاعكم اللي تقع عنده مشاكل على صغارهم وكل شيء، دونك نحبوا نعرفوا هل ما زالت فما ازمه في الاتحاد، سختو بعد الثوره صارت برشا مشاكل وحبوا يسكروا الاتحاد، ممكن فما خلط زاد بين الاتحاد الوطني للمراه وبين وزاره المراه. مانيش بصفتي رئيس اتحاد، معناها اما بصفتي مواطنه قريبه برشا، خلينا نقول من نساء، وقريبه ايضا في مجال اللي حتى مهنتي اللي نمتهن فيها قريبه برشا من المظالم، معناها انا دوري خدمتي محاميه، معناها ندافع على الناس، دونك نرى المظالم، ندافع على العباد، حتى ساعات احيانا هما بيدهم ظالمين، مي نحاولوا نلقاو اسباب اللي ندافعوا بها على عليهم، ونقولوا المسببات اللي خلاتهم يرتكبوا احيانا افعال يجرمها القانون. دونك بقربي معناها بهالمليو هذايا نتاع الناس اللي تحب تطالب بحقوقها ولا تدافع على حقها، كي دخلت للمنظمه انا نفسي ما كنتش نعرف قيمه المنظمه، معناها كل انا نفسي سنسير ونقول الحقيقه، معناها المكابره في المجالات كما هكا ماهوش به، معناها الفو كون سوا اونيت مع رواحنا. فعلا فعلا الاتحاد الوطني للمراه التونسيه هو مكسب لتونس، هو مكسب للمراه التونسيه، وما نجموش نقدموا بلاش اتحاد وطني للمراه التونسيه، وما حناش باش نقدموا بلاش الاتحاد. والدور اللي قام به الاتحاد في السابق ربما برشا ما يعرفوش، انا كنت كيفهم ما كنتش نعرف حجم الخدمات اللي قدمها، لكن وقت اللي وقفت على حجم النضالات، مش حتى خدمات، نضالات نتاع نساء تونس من اجل هالمنظمه هذه اللي هو في الاخر من اجل نساء تونس ومجتمع المد واطفال تونس والنمط المجتمع التونسي والخدمات الجليله والنضالات الكبيره، معناها ما تقف كان اجلال لهالمنظمه هذه لهالنساء هذوما الكل. ثم ايضا الخدمه اللي قام بها على مستوى الاجتماعي، على مستوى الحقوقي، على مستوى واللي مازال يقوم به، لانه ما نجموش في ظل الوضع اللي احنا نعيشوا فيه، الوضع الاقتصادي الصعيب والوضع الاجتماعي الصعيب، وفي ظل حتى التغييرات هذه وتاثيرات الثوره وتاثيرات التغييرات المناخيه الاقليميه خلينا نقول والجيوبوليتيك وتسكوفولي، هذي الكل مسحقين الى منظمات قويه. البلاد نتاعنا بلاد صغيره وفي كل حالات محتاجه لاولادها، لكن اولادها المتنظمين بيان سور اولادها في كل المجالات، لكن اولادها المتنظمين اكثر من اي وقت مضى، لانه اليوم ما نجموش نغيروا العقليات، ما نجموش نربيوا تونسي على المواطنه وعلى الديمقراطيه وعلى غير منظمات ولا بلاش منظمات ما نجموش ما نجموش مسحقين المجتمع المدني، اما بصدق في الوضع هذا الحالي مسحقين المنظمات، لانه عمق المنظمات، كبر المنظمات، تجربه المنظمات، إشعاع المنظمات، احتكاك وقرب المنظمات من المواطن، ثم تاريخ راه معناها ما تنجمش تقارن، فما برشا جمعيات ناشطه وتبارك الله عليهم، لكن ما تنجمش تقارن تجربه نتاع 80 و90 سنه بتجربه احنا حتى في عالم مسلم الديمقراطيه، تشوف السياسيين يجيو يبداو يحكيو يرتكبوا اخطاء او ما يهتديوش ربما الحلول الصحيحه في ساعه، يقول لك انا سنه اولى ديمقراطيه، سنه ثانيه ديمقراطيه، دونك انا زاد نقول سنه اولى عمل ميداني او سنه ثانيه عمل ميداني مش كما 60 سنه و90 سنه من العمل مع الناس وعن قرب. ثم العباد معناها الناس عندهم ثقه في المنظمه، يبعثوا بناتهم يستثقوا المنظمه، دونك دور مازال كبير، واعتقد انه المنظمه ما كانش من السهل راهو يحلوها ولا يكسروها، نساء التفت حولها، الرجال ايضا، تاريخها، بناتها،
برشا اعلام زاد وقف معانا دونك برافو للناس الكل، برافو للناس الكل، يعني ما كانتش مساله سهله، كانت فعلا معركه صعيبه، والحمد لله التوانسه والتونسيات تغلبوا عليها. الحمد لله. ميرسي بوكو مدام راضيه الجربي رئيس الاتحاد الوطني للمراه التونسيه، وماذا بينا كل مره تجيو بحذانا باش الناس تعرف قيمه الاتحاد، وانه مش فقط هكا نساء قاعدين وحلو في مشاكل النساء، راهو برشا حاجه التكوين المهني، المراه الريفيه، المراه المظلومه، المراه المطلقه، ساعات النساء تعليم، ميكرو كريدي، كل شيء، قروض، توعيه. ماذا بينا كل مره تجي، خاطر ما عندناش برشا وقت سامحنا، مي كل مره ماذا بينا تجي وناخذ وقت نحكيو على الدور الفعل نتاع الاتحاد الوطني للمراه التونسيه. مشكوره مدام راضيه، شكرا لكم زياده ويعطيكم الصحه. ميرسي بوكو. احنا نخرجوا سبوت الخاصه بليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي لتركيا، ونرجعوا. كنت حاب تعمل بروجرام مزيان، ليبرتا للاسفار والسياحه خمت فيكم ووفرت لكم دي فواياج لاسطنبول، وهذا الكل بسومهبال وبتسهيلات كبيره في الدفع. للحجز 71 90 56 56، ولا زوروا موقعنا www.libertavoyage.com. مع ليبرتا تسافر وتزور العالم. دونك هذه سبوت الخاصة بليبرتا فواياج للناس اللي تحب تمشي لتركيا. ما انا قلنا خاصو لكم 3 دات باش تمشيو لتركيا، فما من البرومي لو 7 اللي صايي، يعطيهم الصحة الناس مشات وان شاء الله يروحوا لنا بشوية كادوات. فما من لو 18 لو 24، وفما الناس اللي تحب تمشي تعدي ريفيون في تركيا يمشيو من لو 29 يروحوا ان شاء الله لو 4 جانفي. بيان سور هذا الكل بمليون و390، انطلاقا من مليون و390، بعد ما كان مليون و490 فيه الفول ترانسفير كيف كيف، لوتيل في قلب اسطنبول 4 اتوال، معاها فطور الصباح، وبيان سور السيركوي مع ليبرتا فواياج تكون ديما طياره. لازمهم يطلبوا 71 90 56 56، وخلطوا على 18 وي فلتوش. حبيبه سينو ينجموا يمشيو سور لو سيت انترنت www.libertavoyage.com، غادي يلقاو لي زوفر نتاع ليبرتا الكل. ميرسي بوكو لي فينا. نرجعوا بعد الشيف ايوب، توحشناه. توحشتوني والله، حتى توحشت وينكم هاسي. مرحبتين. دونك فاطمه، انا ما قلت حضرت السلطه نتاعي معها البروشيتات الحاضرين من عند مليحه مفوحين حضر باش، زدت معاهم الطاف اللي عملناها بالبتنجاله والقرع والطماطم ومجموعه من الخضر، عملنا فوق منها اباري خفيفه بالكريم فريش، وزدت عليهم عظيمات من عند مليحه نيين كيف ما هما، وعلى الوجه حطيت جبن وكانت حاضره. توا باش نحضر معاهم ديسير ما ياخذليش برشا وقت، كيف ما قلت لكم اليوم نخدم وحدي في بلاصه شيف فتحيه، نحب حاجه فيت في لكن بنينه ومضمونه. اول حاجه خذيتها حضرت البات نتاع فورنيت وحليتها، ومن بعد قصيتها دي رونديل هكا كيف ما تشوفوا بهالطريقه، معناها ما يفوتش 3 ملم من 2 ل 3 ملم باش نعمل فولوفون. فولوفون المره فاتت عملناه مالح، اليوم باش نعملو حلو. دونك هكا ناخذ دوره اخرى ونجي في الوسط نقورها، حتى بالخطا الطابلو نتاع دبوزه ماء ولا حاجه نجم نقعور به الوسط نتاعها تولي عندي ديسك هكا. هذه اش نعمل له؟ ناخذ شويه عظم من عند مليحه، انا خلطته شويه هكا، ندهن به الطرف نتاع الديسك ونحطه على الورقه الاخرى. علاش؟ باش يعطيني الغرقه في الوسط، هي اللي باش نحط فيها بعد ما تطيب الكريم نتاعي. هذايا الفولوفون برشا ياخذوه حاضر في شيء بدا شايح، دونك انا ننصحكم تحضروه في الدار مع الفات نتاع فورنيتو، يعطيكم نتيجه خارقه للعاده. دونك نجي على الوجه نتاع البات نتاعي باش كي تطلع ما تميلش هكا ولا هكا وتتحل كعبه الفولوفون، نجي نحط عليها ورقه من البابي كويسون كيف ما قالت لنا الشيف فتحيه. دونك هكا نجي نحطها على الوجه بالكدا كيف ما نشوفوا. هذايا تو باش نحطه في الكوشه في درجه حراره مئويه 200 220، نخليه يطيب يطلع ووجهه يحمر وكل شيء، وقتها نخرجه ونفرسيه باش نفرسيه نعمل له فرس بنين برشا. خذيت انا اليوم كريمه سمارت شيف بنان، نكهتها بنان من عند سمارت شيف، هذه كريم باتيسير، حليتها في نص سيتر حليب وحطيت معاها 4 مغارف سكر، خلطتهم الكل وحطيتهم على النار، خلطتهم على البارد المره الاولى، من بعد معناها بعد ما نحطوا لهم الحليب وكل شيء، نحطوهم على النار يطيبوا ومع تحريك متوسط. من بعد باش نخليها تبرد نصبها في لي فولوفون، والا نجم نصبها وهي سخونه كيف ما تحبوا انتوما، ما من المستحسن انك تخليها تبرد تخدمها، ومن بعد بوش تحطها في قلب لي فولوفون تعمل معاهم شويه غلال يجيو ياسر مزيانين. اختاروا الغله اللي تحبوا عليها
انتم. هذايا الفولوفون البنين والحلو اللي بنكهه سمارت شيف لنهار اليوم. بعد شويه نشوفوا كيفاش باش يكون الفولوفون تاعنا. ميرسي بوكو شيف ايوب. نخرجوا نرتاحوا شويه البنات. الوغ نرتاحوا شويه.